السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في قناتكم التي هي قناة شفشكو إبراهيم التي هي منكم وإليكم. إن شاء اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكريم بريلي. هذا الكريم إن شاء الله اللي هو كيجي تقريبا بحال شكل ديال الفلون، غير هو كيكون مختلف عليه شوية، وكنطيبوه في الفران. هذا الكريم ديالنا اللي كنحتاجو إن شاء الله الرحمن الرحيم، بأن غنقدم لكم المقادير. أول ما قبل كل شيء كنتمنى منكم دائما تشجعونا وتشجعوا القناة ديالنا، لأن بالتشجيع ديالكم يا إخواني يا أخواتي غادي نوصلوا للمستوى الراقي، وغادي نستمروا في تقديم كل ما هو مميز وجديد إن شاء الله. بالتشجيع ديالكم فعلا كتكون الاستمرارية، بدون تشجيع راه ما كتبقى حتى حاجة. نتمنى منكم التشجيع يا إخواني يا أخواتي. واليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هذا الكريم اللي هو ممتاز إن شاء الله. غادي خصنا واحد إيترونس ديال الحليب. أي نوع ديال الحليب غتستعملوه؟ غتستعملوا ديال العادي اللي فيه سميتو البروتينات وداكشي اللي ما فيهش ديال يعني أي نوع ديال الحليب يمكنكم تستعملوه، ماشي مشكل، ما كاين حتى مشكل في النوع ديال الحليب. غادي نستعمل واحد 60 غرام ديال النشا اي المايزينا، غادي نستعملو معلقه صغيره ديال الفاني، غادي نستعملو السكر. هاد السكر غادي نستعملوه للتزيين اللي غادي يجي الفوق ديال الكريم ديالنا. غادي ندير لكم جوج طرق ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير لكم هذا بهذه الطريقه، وغادي ندير لكم ديال لاكاسونات حتى هو، يعني اللي بغى يختار ديال لاكاسونات يختار ديال لاكاسونات، اللي بغى يختار السكر الابيض يختار السكر الابيض، اللي عنده هذا يدير هذا، اللي ما عندوش اللي عنده هذا يديرو احسن، اللي ما عندوش يدير السنيده اللي هي متوفره للجميع. عندنا هنا واحد 120 غرام ديال لاكريم فريش، اما بالنسبه للسكر 180 غرام. كما كنقولوا ايترونس ديال الحليب 180 غرام، 120 غرام، معلقه صغيره. عندنا لا سميتو النشا كنديروا 60 غرام، 60 غرام ديال النشا. هنا السكر للتزيين، نفس المقادير ديال الاخر. لان غندير لكم جوج شكالات، غندير لكم واحد بالفاني وغندير لكم واحد بسميتو بالكراميل ان شاء الله الرحمن الرحيم. المقادير ديالو بحال المقادير الاخرين غادي نقولهم. مهم ايترونس ديال الحليب، 60 غرام ديال النشا، معلقه ديال الفاني، عندنا سيدي 120 غرام ديال الكريم فريش، وعندنا هنا واحد 80 غرام ديال الكراميل. ثلاثه د المعلقات كبار، ثلاثه د المعلقات يكونوا عامرين غرام. 100 غرام ديال السكر لاكاسوناد، عندنا هنا هاد السكرات ديال اختياريين، اللي عنده سنيده يديرها، اللي ما عندوش ماشي اللي ما عندوش، هذا هو المهم، هذا هو اللي كيجي مزيان في هذه الوصفه. الا عندكم لاكاسوناد هذا السكر البني اللون ديروه، ما عندكمش ديروا السنيده ديالكم. هذا هو الاهم عندنا في هذه الوصفه. اظن المقادير راه وضحتهم، نعاودوا خطره اخرى المقادير بدون مشكل باش ما يكون مشكل. واحد ايترونس ديال الحليب، 60 غرام ديال النشا، 180 غرام ديال السكر، واحد معلقه ديال الفاني، عندنا هنا تقريبا لاكاسوناد 100 غرام، وعندنا هنا تقريبا ديروا 80 غرام 60 غرام 70 غرام، ما بين 80 غرام حتى 60 غرام ديال سميتو. اللي بغاها تجي مزيان يدير 80 غرام احسن ليه، باش تجي الكراميل واضحه في المذاق ديالها. هذا هو المهم. هاد الوصفه ديالنا راه سهله، ماشي ما معقداش، ما فيها حتى مشكل. كنجمعوا جميع المواد ديالنا خطره واحده، كنخويو السنيده فوق الحليب، نخويو النشا، نخويو الفاني ها هو، ونخويو لا كريم فريش ها هي. لا كريم فريش راه ماشي ضروري، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، غير هي الا كان ممكن الانسان بغى يدير واحد الحاجه تكون بارفي 100%، تكون متقونه 100%، يدير لاكريم فريش، لانها في هذه الوصفه بالضبط كتكون موجوده. غادي يجي واحد يقول لك واش نحيد لاكريم فريش، وبغيتي تحيدها حيدها، بغيتي دير ما ديرهاش ما ديرهاش. انا كننصح الانسان انه يدير الوصفه كما هي الا بغاها باش يدوق واحد الحاجه رائعه وممتازه. هذا هو المهم. كنخلطوا هنا، كنخلطوا مزيان المقادير ديالنا، ها هما مخلطين.
هنا كنخلطوا المقادير التانيين، كنديروا هادو كنطرفوهم، كنديروا لا كريم فريش ديالنا، كنديروا السكر ديالنا، نديروا الفاني، نديروا النشا لا مايزينا هي، ونديروا هنا اعطيني معلقه. هنا غادي نزيدوا بطبيعه الحال الكراميل. الكراميل غديروا الكراميل اللي كنصوبوا في الدار او الكراميل ديال نيسلي اللي كيتباع. الكراميل ديالكم غادي تصوبوه ديروه من عندكم او تشريوه كيتباع. هنا كنخلطوا المقادير ديالنا، هنا خصكم تخلطوا مزيان لان الكراميل ما كيدوبش دغيا. خلطوا مزيان لان الا ما خلطوش مزيان يمكن يبقى لكم الكراميل لتحت ويتحرق لكم. هذا هو المهم، ها هو ها ديال الفاني، ها ديال الكراميل. غادي نديو هذا الشيء فوق العافيه ان شاء الله باش نطيبوهم. الكريم ديالنا فوق البوطه كنحركوه دائما، كنحركوه ما نتفرقوش معاه حتى يطلع لينا، كنوصلو لدرجه الغليان وكنحيدوه. هكا هنا المقادير جاونا شويه كتار. هنا المقادير علاش؟ الاضافه ديال الكراميل اللي زدنا هي اللي عطاتنا هذا الفرق. ها هو كيطلع، كنحركوه مزيان. كنخليوه حتى لدرجه الغليان. هذا هو طايب، كنقلعوه. مرحبا، هذا هو الكريم ديالنا موجود، ها ديال الكراميل، ها ديال الفاني. ردوا معايا البال، انا قلت لكم قبيله الكريم فريش راه ضروري في هذه الوصفه، يعني الانسان اللي في الامكانيه ديالو يشري لاكريم فريش يديرو، اللي ما في الامكانيه ديالو بدون ما عندوش الامكانيات باش يشري لاكريم فريش بلاش. اي نوع ديال لاكريم فريش كيصلح. هي هاد لاكريم بريلي كيجي في الفاني ديالو، كيجي اللون ديالو ناصع ناصع، وكيعطيه لاكريم فريش واحد المذاق ممتاز ان شاء الله. هذا هو الهدف ديال لاكريم فريش، لانك يعطيه مذاق اخر غير المذاق ديال الحليب. داكشي علاش كنضيفوا هذيك الكميه باش نحصلوا على هذا الكريم بحال هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش اش غنحتاجوا فاش نديروا الكريم ديالنا؟ ها هو غادي نحتاجوا واحد الصينيه كنديروا فيها شويه الماء، هاد كنديروا فيها الجبانيات اللي هما ديال الفران، هادو كيدخلوا الفران كطيبي فيهم في الفران، ما كاين حتى مشكل. اللي عنده الجبانيات اللي كيدخلوا الفران يدير فيهم، اللي ما عندوش يدير في اي حاجه كتدخل الفران، ولا يديروا في مول كبير، مول كبير بحال مول ديال الكيك، بحال مول سميتو، ويطيبوا فيه، وفي الاخير كل واحد يدير ليه في الجبانيه ديالو. احسن هو الطريقه هي هذه، لان هذا الكريم كيبغي كل واحد نعطيه حقه ونعطيه داكشي، يعني كل جبانيه ياخذها الانسان وياكلها كلها. كناخذ الكريم ديالي كنخويه هكا بشي غراف بحال هذا، علاش كنخويه غراف؟ غير باش نخويه مزيان في الجبان ديالي بحال هكا. هكا هنا راه كنعمر الجبابن ديالي مزيان. كنحاول نقاد الكيسان ديالي، نقاد لاكريم فيهم، نجيب لاكريم بكاد
كان نمسح عليه الجناب الا فيه شويه ديال لي طاش ونقادو بحال هكا ونردو هنا. كناخذ السنيده ديالها هي كندير ليه واحد كميه ديال السنيده من الفوق هي اللي كتسمي السميه ديال هاد الكريم كريم بريلون. هاد السنيده غادي تحرق ان شاء الله غادي تجي شويه محروقه الا تحرقت مزيان في الفران امين الله. ما تحرقش بزاف غادي نحاول نحرقها بالشاليمو ان شاء الله الرحمن الرحيم بعد ما كنطيب هاد الكريم ديالي في الفران. ها هو كندير ليه السنيده من الفوق هذا هو بالفاني ديالنا ان شاء الله غادي نصوبو ديال خوي الكراميل ديالي. ها هو هكا كنستخدم نفس الطريقه اللي خدمت في الاول كنعمر الكيسان ديالي هكا هاد بطبيعه الحال هاد الكيسان فاش درت انا هاد سميتو هاد الجبيبينات الصغار راه موجودين كيتباعو دروك قلبوا عليهم ديال الفران الجبيبينات ديال الفران خاصين بالفران كدير كتقولوا لهم ديال الفران كيعطيكم ديال الفران. هنا غادي ندير لاكاسوناد بحال هكا هكا انتما كتشوفوا كندير واحد الكميه معتبره. هادو راه سيدي الديسير زوين 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 كيجي رائع كيجي المذاق ديالو ممتاز جدا. جربوه ان شاء الله ردوا عليا الخبر انا كنقول لكم جربوا الحاجه وردوا عليا الخبر كيفاش لقيتوها. راه ما الانسان ياكل هاد الكريم راه بحال الا ما عمرو كل شيء ما كل شيء كريم بحال هادي كتجي رائعه في المذاق ديالها وكتجي مميزه ان شاء الله. جربوا هاد الشيء نبغيكم تجربوا اي حاجه كنصوبوها كنقول لكم زوينه جربوها هذا هو المهم عندي ونسمع النتائج ديالكم كيهمني النتائج اللي حصلتوا عليها نتوما. اما انا النتائج راه كنشوف فيها يعني انا بغيتكم تحصلوا على النتائج بحال ديالي هذا هو المهم عندي في جميع الوصفات اللي كنقدم لكم ان شاء الله. كيهمني دائما باش نتوما تستافدوا وتمكنوا تصوبوا واحد الحاجه بطريقه ممتازه ان شاء الله. هاد البلاطو ديالي ها هو موجود الفران شعلتو 170 درجه غندخل هاد الكريم ديالي للفران غادي نخليه تقريبا نص ساعه هاد المكانه عاد غادي نخرجو ان شاء الله. هاد البلاطو درنا فيه الماء غير بشويه علينا تندخلوه كيجي شويه ثقيل ها هو السكر ها هو فوق الكريم ديال الفاني ولا كاسوناد ها هي فوق الكريم ديال سميتو غادي ندخلو غادي ندخل هادي ديالي هكا لان خرجت شويه ونسد الفران ديالي غادي يدير في بلاطو بحال هكا ويشعل ليه بدرجه الحراره متوسطه لتحت والفوق يشعل ليه شويه. علاش الفوق خصنا نشعلو ليه في هاد الكريم باش داك الفوق هو اللي غادي يشوط لينا هو اللي غادي يحرق لينا داك السكر الفوقاني باش يرجع بحال الكراميل من الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا هذا هو الكريم ديالنا في وسط الفران بعد مرور 15 دقيقه ها هو كيرجع غادي نخليه مازال عاود 15 دقيقه باش يجيني الكريم ديالي محروق من الفوق شويه. هذاك هو الكريم ديالنا هكا خصنا يكون انتم شفتوه كيطلع كيدير ديك القشره من الفوق وكيضربو الفران كيحمرو ها ديال الكراميل حتى هو الكريم ديالنا هو طايب غادي نخرجوه طبعا. هذا هو الكريم ديالنا هانتوما شفتو كيجي محمر كيجي محروق بحال الشكل اللي محروق من الفوق. هذا دروك كنحيدوه من الماء من هذا الماء غادي نحيدوه من هذا الماء نخليوه حتى يبرد شويه ونحيدوه من هذا الماء مازال سخون ونديروه في طاوه اخرى ندخلوه للثلاجه باش يبرد لنا لمده ساعتين ديال المكنه او ثلاثه ساعات ان شاء الله الرحمن الرحيم ونقدموه لكم ان شاء الله. مرحبا هذا هو الكريم برولي ديالنا اللي نتمنى منكم تجربوه وديروه بهذه الطريقه باش درتو ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي يجيكم رائع. ها هو كنتوما كتشوفوا
كيجي رائع ولذيذ، يعني كتخليه في الثلاجة خصو يبرد، ها هو كيتكال وكيتكال بالمعلقة بحال هكا، كيجي لذيذ، كيجي بيض من الداخل. كيجينا لذيذ بزاف بزاف، جربوه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعجبكم. هذا راه مزيان للديسير، تحطوه ليكم ولوليداتكم والضياف ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانه في المذاق ديالو رائع. كما وصيتكم اللي يمكن ليه يدير شويه ديال الكريم فريش راه غادي يوصل القمه ديال الطوب. اللي ما دارش الكريم فريش راه غادي يجيه زوين، واني ما غاديش نقول ليه طوب، لانه لاكريم فريش كيعطيه واحد المذاق رائع، اي نوع خدمتوه ديال لاكريم فريش راه غادي يجي معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي نوع خصو غير يكون لاكريم فريش، ما يكونش فيه السكر تقريبا، الا فيه السكر نقصو شويه السكر، الا فيه في المثال السكر في هذاك لاكريم فريش اللي غديرو غادي تنقصو واحد 15 حتى 20 غرام ديال السكر في الوصفه ديالنا، في الوصفه بهذاك اللي كنديرو مع لاكريم. هذا هو المهم. نتمنى لكم اوقات طيبه معنا في القناه ديالنا، وحنا دائما راه كنقدموا لكم ما هو مميز وجيد جدا، ونتمنى منكم مقابل ذلك تشجعونا وتشجعوا القناه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا هو المطلوب منكم والمطلوب منا راه كنقدموه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.